السلام عليكم. اليوم رانا قدام المقر نتاع الصندوق الوطني للسكن، وكذلك المقر نتاع الخطوط الجوية الجزائرية، ونشوف يعني حالة الأشغال يعني مقارنة بالآخر جولة درناها. وهنا نشوف يعني نشوف باللي الاشغال مازالها مستمرة. على كل حال نشوف باللي الوضعية تاع الاشغال في هذه المنطقة كاين يعني الاشغال تمت، وهذا امر جيد، هذا امر جيد، خاصة انه المساحة هذه كبيرة تعتبر، ويعني إضافة لأنها داروها كفضاء لأخطر، هذا أمر جيد. وهنا نشوف الحالة زيدنا فونسي القدام ونشوفوا وين واصلة الأشغال هذه، وراهي واصلة. لاحظ انه في عملية نتاع التحصيل نتاع الطرقات
شبكة طرقات حول البنايات هذه الجديدة. فيه أشغال كثيرة، هاهي قيد الإنجاز، وهذا أمر جيد. What do you expect?